اهلا بكم. اهم حاجه في النبات او في الزراعه هي الخدمه الشتويه للنباتات. انا دلوقتي اللي بعمله ان انا بجيب كومبوست متحلل وبرمي على الزرع. دي الطريقه السطحيه لوضع الكومبوست. طبعا مش افضل حاجه، افضل حاجه شفناها في الفيديو اللي فات اللي هي الدفن، ولكن النباتات الصغيره مش هتفرق معانا قوي. برضو باخد الكومبوست اهو، كومبوست متحلل عاملينه في البيت مع بعض ببلاش من بواقي المطبخ. الطريقه موجوده على القناه باكتر من طريقه. هتقولي بتسمي التقيل ليه؟ اقول لحضرتك علشان عندي كده كده كومبوست كتير، وفي نفس الوقت الكومبوست ده خفيف جدا، يعني مش حامي، ما فيهوش اي مخلفات حيوانيه او بتاع، ده نباتي 100%، مش تقيل، بالعكس مليان عناصر برضو، وفي اوراق اشجار وما الى ذلك. بعد ما بعمل التسميد بتاعي بحب اقلبه في التربه، منه يبقى عزيق للتربه ومنه يبقى يعني بخف برضو الكومبوست علشان مفيش تبقى حته تقيله وحته خفيفه، يعني اهو كده. بس ابعد عن العنق بتاع الساق، لا تضربها وانت مش واخد بالك، او لا تضرب الجذور برضو السطحيه اللي بتبقى حواليها. احنا مش عايزين اي دامج او اي فقد للنبات وسط الشغل. الميعاد الافضل للتسميد هو من شهر 12، نص 12 لنص 1. دلوقتي انا بسمت في 11. حد يقول لي ليه؟ علشان انا بحب اسمت في 11، يقوم الكومبوست ده يتحلل وينزل في التربه، يعدل من خواص التربه الرمليه الفقيره دي، يقعد شهر 12 او يقعد شهر 11 كله، ويقعد شهر 12، وبعد كده اجي في اخر واحد. يبقى انا كده قعدت 11 كله و 12 كله وواحد كله، 3 شهور كافيين جدا جدا ان الكومبوست ده يكون اشتغل وتحلل واتظبط وبقى زي الفل في التربه. اهو محاطط واحده كمان، يعني دفعه كمان من الكومبوست، بما ان عندي كتير وفي نفس الوقت النبات محتاجه. طبعا الكلام ده كله يبقى افضل بكتير جدا لو النباتات مش زينه، لو نباتات طراحه، موز استفندي، برتقال، مش عارف ايه، هيبقى حاجه جميله جدا طبعا. ولكن يعني انا احب اعتني بكل النباتات طراحه او مش طراحه، وان كنت اصلا لا افضل بزراعه نباتات الزينه، انا دايما ما افضل ان طالما كده كده هزرع، كده كده هروي، كده كده هسمد، كده كده هرش مويت، كده كده هعمل كل الكلام ده، يبقى الكلام ده احسن في الطماطم والبطاطس، احسن ما يكون في الانترا وستوريا واي نباتات مش طراحه. لا، انا اعمل الكلام ده كله وفي الاخر هيبقى في محصول. لو عندك بواقي فحم جميل جدا، الفحم برضه حطه، جميل جدا، مفيد جدا جدا ورائع. بعد الكلام ده كله لازم نروي رايه جميله عشان الكومبوست يبتدي ان هو يتخمر ويتحل. كده يبقى تمام التمام. لو عندك اي فرع اصفر، فرع دبلان، فرع ملوش لازمه كده اقطعه. لو عندك بعض الاوراق برده مسفره او تعبانه اقطعها، مش محتاجينها. لو عندك افرع رفيعه جدا جدا، يعني اللي هي ضعيفه جدا دي، اقطعها، مش محتاجينها برده. كل ده حمل زياده على النبات ملوش لازمه. حاجه زي دي كده اهو، الصحة بتاعها ان انت تقطع كل الافرع على النص علشان تركز الغذاء فيها وتتفرج عليها في الربيع الجاي بقى شكلها عامل ازاي، هتبقى احسن من دي وبكتير كمان. حد هنا يكون خلص حلقتنا النهارده، يا رب يكون الفيديو عجبكم، حتى نلتقي في فيديو جديد. شكرا والسلام عليكم.